بعثت بقضية مطولة بعض الشيء وكتبتها بأسلوبها الخاص، وملخص ما في هذه القضية أن الأطباء اكتشفوا وهي حامل أن جنينها مشوه في رأسه، وحينئذ أشاروا عليها بإنزاله لكنها امتنعت، وفي التاسع تأكد لها ذلكم الأمر فأنزلت، وحينئذ تسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا. الواجب أن تسأل قبل أن تنزل الطفل، أما ما دامت قد أنزلته فإنها قد أثمت بذلك ولا يجوز لها هذا العمل، والمفروض أن تترك الطفل لمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. فإنزاله وقد نفخت فيه الروح هذا جناية، جناية. أما إذا كانت نفخت فيه الروح وأنزلته ومات بسبب هذا فإنها يكون عليها الكفارة، يكون عليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، لأن هذا قتل لنفس بغير حق. تقول إنه بعد إنزاله قال الأطباء لقد عاش 4 ساعات، يعني مات بعد ما أنزل. نعم يكون عليها الكفارة كما ذكر. اللهم صل، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما مسؤولية الأطباء والحال ما ذكر الشيخ صالح؟ لا يجوز للأطباء أن يعملوا هذا العمل، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يجنوا هذه الجنايات وينزلوا الأطفال ويجهضوهم بهذه الحجة، وإنما يجوز هذا في أضيق الحدود إذا كان في بقاء الطفل، إذا كان في بقاء الطفل خطر على أمه بالموت، فهنا يجوز أن ينزل الطفل إبقاء على حياة أمه بالضرورة. أما أن ينزل الطفل من أجل أن فيه تشويها فهذا لا يجوز.